تعال دقيقة، هذا وين الغطاء؟ لا 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 لا، وأنا أقول ليش مرتفع درجة الحرارة؟ الله يستر، الله يستر، يجيني زهايمر. والله جماعة الخير، والله صدق أمس جيت بشيك السيارة وفكيت الغطاء وحطيت داخل السيارة ومشيت ومسكت خط، وأنا أقول إيش فيها ترفع حرارة؟ وش السالفة؟ أثر الغطاء، ما في غطاء والموية الظاهر انشفت. خلنا نروح نعبيه هذا الحين. يا الله يا رب، هذه والله البلوى. غلطتي والله غلطتي، أنا آسف، درجة الحرارة فل وراي محطة الحين، خلني أريوس. يا رب أنها ما ترفع، يا رب ما ترفع أكثر من كذا، لأن باقي درجة واحدة خلاص. إذا طلع لي تنبيه قدام خلاص لازم أوقف. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أقدر ألحق يا رب. أوكي، هذه غلطتي، غلطتي هذه، غلطة النسيان، النسيان هذه مشكلة النسيان. عشان كذا الواحد يقول لك النسيان بعض الأحيان نعمة وبعض الأحيان لا والله مو بنعمة، لا والله بنغير مكينة. يلا خلنا نغير مويه ونجدد مويه، الظاهر ما في مويه ابد. اهلا اهلا، هذا هذا يشرب عادي ما في مشكله صح؟ ما في مشكله، رديتر انا خوفي انه مالح ويسوي لنا بلوه داخل. اسمع لي ما عليه، وانا اقول ايش المروحه شغاله؟ ايش السالفه؟ ازعجتني الحين، انا عرفت. يلا اشرب اشرب. والله ناشفة، والله ناشفة. ادري ان نص المويه برا، لكن والله فضلت العلبة خلاص، ما عاد باقي شيء. شو شو شو، طفت المروحة، طفت المروحة على طول. يا ما شاء الله، واضح انها ناشفه. ايوه باقي 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 شوي، خلاص هذه حطها هنا. انا اسف والله، انا اسف، ام سو سوري، والله ام سو سوري، انا اسف والله، انا اسف، تركت الغطا برا والله من النسيان. الله يستر. يا اخي من مثلي كذا حياته فوضى والله العظيم. انا والله العظيم شكلي خلاص بتزوج والله، لان كل ما سالت متزوج اقول له شو الفرق اللي حسيته من العزوبيه والزواج، يقول يا اخي ترتبت حياتي، صرت مستقر. ما يدرون ان هذه نقطه ضعف في شكلي والله بقدم. اي والله. مرحبا. السلام عليكم. السلام، جعلني فداك. والله يفضل. اللي شايف سنابات قبل شيء، تفضل معنا. يلا يكثر خير، شايفكم معاني ودرجه حراره والله قلبك قاعد اصور ترى والله شك كثير انك. لا تفضل معنا، جعلك سالم، جعلك سالم. تعنى بشموس لا لا بروحك، انا والله رايح عندي مشوار وبتغدى وبمشي ان شاء الله. رحت كذا وانا داخل السياره قلت داخل بقالي، جعلك سالم والله اللي خلنا فزعلك والله، ما هي اي فزع، خلاص خلصنا والله. دبت مويه تبغى مره، كلش تمام، كلش تمام. الله يوفقك، الله يوفقك. ترى صورت ها الحمد لله عادي. هو الله يوفقك. طيب نرجع للسؤال الحين، هل صدق والله الحياه الزوجيه كذا فيها يعني نوع من الهدوء، نوع من الاستقرار؟ يعني مشاكلهم الحين مو نفس مشاكلي وجد حرفيا، ابي اقللها كيف؟ جيتكم صريح. حسب الخطة التي رسمتها لمستقبلي حكمة اليوم تقول: الذكاء الحقيقي هو أن تكون غبياً أحياناً. مسكت معي صور مقطع تيك توك ذا الحين، الحين لازم الحين، يعني لازم نطلع الحين نروح نغسل ويلا على مقطع. والله متحمس للمقطع، إن شاء الله يضبط. شوفوا شوفوا كيف الغبار، يا الله أنا ليش أتركها كذا؟ الله الله يا جاني الحين بيشغلها. كيف عرفتوا اني عزوبي؟ ها؟ كيف عرفتوا؟ يلا انا بسألكم كيف عرفتوا؟ كيف عرفتوا؟ يلا خليني اشغل. بسم الله بسم الله. اسمع
هذا وين اللي يقول الكرفة خفيفة؟ والله الباكستاني الحالة مو بعرف يدفها. شوفوها طلعت روحها، طلعت روحها، والله ثقيلة صدق، مو مزح، واجد ثقيلة. أنا ما معلوم ليش، وين اللي يقولون إنها خفيفة ومدري إيش وفايبر يلا يلا مالي مالي يلا يلا. ها شوفها بيد واحدة وساعدة بتمشي، شوفها أمور طيبة. طيب بس خلاص خلاص أسوي بس عالشك، بعدين دخل سيارة ثانية عشان ننزل أغراض غير. سوري سوري السلام عليكم. سلام. اوه اسلم، عز الله وغي ذباحنا. انا دائما ربعي يقولون لي لا تفكر لا تفكر، لكن هالمره انا بفكر. فكرت ليش ما يصبون يصير لونها اسود، والله صدق احسه بيصير فخم، يصير كذا في اي بي، عرفتوا شيء في اي بي باختصار. فايش رايكم؟ انا اشوف انه تطلعها بتطلع مضبوط، هي نفس الاداه طبعا بس الشكل، فهمت؟ فهمتها. ترى على فكرة اليوم الجو غبار، عشان كذا تشوفون المغسلة ما فيها أحد أبد مرة، أول مرة أشوفها فاضية. شوف العمال مبسوطين، وأخيرا شفت ناس ينبسطون إذا جاء غبار. المغاسل المغاسل ينبسطون إذا جاء غبار، أنا متأكد والله الحالي. حتى التنشيف ما في أحد، أول مرة الحمد لله، أنا الوحيد قاعد يغسل الحمد لله. أنا لا أفكر والله لا أفكر، طلع صدق الموضوع. في ناس يتمنون الغبار، وفي ناس والله ما يبونه ولا يوطنونه. يعني زي المغاسل هنا والله اتوقع انهم يتمنون الغبار صدق، لانه اول مره اشوفه فاضي حرفيا. على العموم حتى فكرت فيها صدق، طلعوا والله حتى حقين الحوادث اذا سويت حادث الله لا يقوله طبعا ويبعد عنكم الشر، اكيد انك تكره والناس كلهم يكرهون، لكن الورشه تحب اما مو تحب، يعني هذا رزقها باختصار. لا الكراسي فضت، لا 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 كلهم على سيارتي، لا تكفون لا تكفون يا ما شاء الله تبارك والله كلهم على السيارة واحدة. والله غبار، أنا الوحيد اللي مغسل اليوم صدق، أول مرة أغسل الحالي. إيش رأيكم؟ يلا 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 أول مرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 حرفيا 12 شخص حرفيا. هذا يراقبهم مدير. السلام عليكم. مدير انت؟ الحمد لله الحمد لله. لا لا هذا ما بركب كيس، بس سوي تنظيف تنظيف بس. ايوه